بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله بن عليه الله وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. آمين. قال وما مع مسند الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم قال سفيان عن عامر سعد وقال مسعر عن بعض آل سعد عن سعد النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده وهو مريض بمكة فقلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فبالشطر قال لا قلت فبالثلث قال الثلث والثلث كبير أو كثير إنك أن تدع وارثك غنيا خير من أن تدع فقيرا يتكفل الناس وإنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك قال ولم يكن له يومئذ إلا ابنة فذكر سعد الهجرة قال يرحم الله ابن عفراء ولعل الله يرفعك حتى يندفع عنك قوم ويضر بك آخرون. نعم، هذا الإسناد مر علينا كثيرا، إسناده صحيح على شرط الشيخين مسعر وابن كدام مصحف وسفيان والثوري سعد بن إبراهيم وابن عبد الرحمن عوف، وأخرجه وكيع في الزهد عن مسعر، وأخرجه البخاري والدورقي والبزار والبيهقي من طريق هاشم بن هاشم والنسائي من طريق بكير ابن مسمار كلاهما عن عامر بن سعد. الحديث صحيح ليس فيه ثم شيء في قوله يرحم الله ابن عفراء كذا وقع في هذه الرواية في رواية الزهري عن عامر قال سعد بن خولة، وهو صحيح لأنه الذي في الصحيح كان يرثى لسعد بن خولة رضي الله عنه أنه مات بمكة، والزهري أحفظ من سعد بن إبراهيم فلعله وهم في قول ابن عفراء. نعم، وهذا صحيح، الزهري يقدم عليه والزهري أحفظها وأتى بها أنه قال يرحم الله سعد بن خولة. قول إخوتي الكرام هذا مر علينا كثيرا وشرحناه كثيرا، ومع ذلك الكلام فيه على وجوه. الوجه الأول كما قلنا يعني اهتمام الولي بالرعية، وهذا أصل أصيل لابد في هذا الباب. نعم، أعتقد أن ابن أبي حاتم نقل عن أبيه قاله المصحف. إخوتي الكرام اهتمام الولي بالرعية، وهذا واجب من الواجبات التي على ولي الأمر أن يهتم بالرعية، هذا أصل أصيل. وترى أنه كان يذهب إلى أصحابه، انظر عاد جابرا مريضا وأيضا رجع يرجع في السفرات ينظر من الذي في الخلف يعينه، فنظر فوجد جابرا متأخرا فسأله عن ذلك قال جملي أعيا، فأخذ ابن سلم فمسح على يديه ثم ضربه ضربة فصار سيرا عجيبا، فقال له ابن سلم بعني. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى أنه ذهب فعاد لغلامه اليهودي وقال له أسلم فأسلم ومات مسلما في هذا الباب. ماشي ماشي، معنى التعليقات هنا أفضل في هذا الباب. الولي لابد أن نعم الولي لابد أن يعني يكون له من حقوق الرعية عليه أنه يهتم بهم. تغفر الله أدامك ربي على الخير، حفظك ربي يا السهم النافذ، الله يجمع بنا في الجنة رب، حفظك ربي. فأقول إخوتي الكرام هنا الولي ينظر في الرعية، وعاده وعيادة المريض كما قلنا من أفضل القربات وأصلح الصالحات، ويحق المسلم على المسلم، لكنه من الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه يوكل الله 70,000 ملك يستغفرون له في الليل حتى يصبح أو من الصباح حتى يمسي. وشعر بالموت فطلب أن يتصدق بماله قال لا الثلث والثلث كثير. وقلنا أن ابن عباس قال لو غض الناس للربع لكان أو غض الناس عن الثلث يعني. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصدق بكل مالك، لا تصدق بكل مالك، انتظر ورثتك أغنياء خير لك من تنتظرهم عائلة ثانية يتكففون الناس. وبين له أنه دعا له أن الله تعالى ينفع به أقواما ويضر به آخرين، وقد كان ونفع الله به المسلمين وضر به كسرى وقيصر. الحديث الثاني. نعم، أقول إخوتي الكرام قال حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا شعبة عن زياد بن مخراق قال سمعت أبا عباية عن مولى سعد لسعد أن سعدا سمع ابنا له يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، فأخذ يعني يفصل أمرا في الغيب ولا يعلم عنه شيء. فهنا انتقده سعد قال لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعاوزت بالله بشر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون
قوم يعتدون في الدعاء، وقرأ هذه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وإن بحسبك أن تقول من يسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. وهذا حديث إسناده في ضعف بجهة مولى سعد وزياد بن مخراق ووثقه غير واحد. والحزب الرمتي حسن لغيره سألت، قال الأصم سألت أحمد عنه فقال لا أدري. قلت روى حديث سعد أن نفسه كان يكون بعد قوم يعتدون في الدعاء، قال نعم لم يقم إسناده أبو عباية وهو قيس بن عباية، وقال له أبو نعامة. وأخرجه الطالسي من طريق الدورقي عن شعبة، وأخرجه أبي شيبة عن عبيد بن سعد، وأبو يعلى من طريق شباب بن صوار، والطبراني من طريق عاصم بن علي، ثلاثتهم عن شعبة به. وفي الباب عبد الله بن مغفل وقال إن بحسبك أن تقول كذا. هنا الأمر شوف سمعه يقول الجنة ويفصل فيها ولم يفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعددت العباد إلى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب على قلب بشر. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الله تعالى بين لنا أن هناك في الجنة أمور لا يمكن أن تصورها عبد. فهو لما يجلس يقول السلاسل وغيرها من التفصيلات التي لم يأتي بها دليل، قال له هذا تكلف، هذا تكلف. قال أبو نية سألت كثيرا خيرا كثيرا واستعدت من شر كثير، لكن هناك قوم يأتون يعتدون في الدعاء. تتكلم عن شيء غيب عنك، هذا اعتداء في الدعاء، أنت لا تعرف فيه ولا تكثر منه. لذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فهنا يعني دعا الله بكل الخير واستعاذ بالله من كل الشر. فقال وهنا يدلك على أمرين اثنين عظيمين: الأمر الأول أن الدعاء بالمأثور أسلم وأحكم وأقرب إلى الله جل وعلا، الدعاء بالمأثور أسلم وأحكم وأقرب إلى الله جل وعلا، والدعاء أيضا بالإجمال أولى من التفصيل إن كان الكلام على غيب، أما إن كان الكلام على شهادة فالتفصيل أولى له. قال يعن لي الأمر من أمور الدنيا فأستحي أن أدعوك به، فقال أن فأوحى الله إليه سلني سلني ملح طعامك وعلف بهائمك. ثم قال عزيز سيدنا نتعطى، ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو سعيد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد قال أبو سعيد قال حدثنا إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه ورحمه الله الجميع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو سعيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده. نعم، وهذا سند صحيح، رجال ثقات رجال صحيح، أبو سعيد وعبد الرحمن ابن عبد الله بن عبيد مولى بني هاشم، عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر هو ابن عبد الرحمن بن مسعود بن مخرمة المدني، وإسماعيل بن محمد وابن سعد بن أبي وقاص. والحديث أخرجه أبو يعلى عم أخرج ابن خزيمة والدرقدين والبهاقي، أخرج ابن سعد والدرقي وعبد بن حميد، وأخرجه أيضا مسلم والبزار والنسائي في المجتبى في الكبرى وعوانة والطحاوي والشاشي وأبو أحمد الحاكم، وأخرجه الشافعي من طريق الخطيب. نعم، الحديث برمته صحيح أن النبي كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، فيسلم عن يمينه ويسلم عن يساره، فيه أن النبي كان يسلم عن يمينه وعن يساره، وهذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أنه سلم تسليمه واحدة قبل وجهه ورد ذلك. والخلاف الفقهي موجود بين المالكية وبين الجمهور، وإن كان الصحيح أنه يسلم تسليمتين، التسليمة الأولى هي الواجبة والتسليمة الثانية سنة مستحب، التسليمة الثانية سنة مستحب. وهنا قال حتى يرى بياض وجهه سبحانه جل في علاه، وهذا يعني أيضا في السلام على جميع ما كان عن يمينه. وكان أن يسلم فورا أن يسلم يقول استغفر الله استغفر الله السلام السلام، ثم يستدير بعد ذلك ليرى أصحاب صفحة وجهه الأنور بأبي هو وأمي. الفوائد المستنبطة في ذلك: الوصية بالثلث فإن زادت لا يكون إلا برضا الورثة، كل دعاء مستجاب إلا من تعدى فيه صاحبه، فعل النبي تشريع. قال حتى يرى بياض خده. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،
ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.